في قرارات لجنة الانضباط، عشان برضه حضرتك تعرفوا الكابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتكلم على ايه، يعني اللي هيلاعب بيراميدز المباراة اللي جاية وهو طالع الجيش اعتقد محظوظ. احمد ايمن منصور 3 ماتشات، سيبكم من الغرامات بقى غرامة كتير، رجب بكار 3 مباريات، علي جبر 3 مباريات، اسلام عيسى 3 مباريات، عمر جابر 3 مباريات، المدير التنفيذي ممدوح عيد ايضا منعه 3 مباريات. المقاولين العرب، متاسف، المقاولين العرب بكره. ايقاف سيد عبد الحفيظ مباراه وغرامه، تغريم النادي الاهلي 100,000 جنيه، محمود فتح الله مفيش، هاني سعيد مفيش، مباراه اتحاد واسوان محمد ابراهيم 4 مباريات وغرامه كبيره برضو. ده اللي مباراه الحدود والزمالك، ايقاف طارق العشري 3 مباريات والغرامه، اقل غرامه بتبقى 50,000 جنيه.